قررنا باش يكون يوم تطوعي، واتفقنا على انه يكون يوم 12 مارس، السبت 12 مارس 2022 يوم تطوعي على مستوى المنطقة الصناعية لسيدي بلعباس لرفع الأتربة الزائدة ونظافة المحيط، يعني نظافة المنطقة الصناعية. احنا في كل مرة نقوم يعني بهذه العملية، وفي كل مرة تكون في ولاية، يعني في وحدة من الوحدات، مثلا احنا في الجهة الغربية، في المرة هذه رانا سيدي بلعباس، المرة الفارطة كانت وحدة تاع سيدي تعيد مشنت اللي استفادت من يوم تطوعي، وخاصة يعني دائرة حمام بحجر، وكانت ساهمت فيها كل الوحدات الغربية. اليوم رانا في منطقة صناعية تاع سيدي بلعباس، وكانت المساهمات من طرف وحدات ديفندوس المناطق الصناعية، كانت المساعدة تاع الأعوان، الوحدة تاع وهران، الوحدة تاع معسكر، الوحدة تاع عين تمشنت، والوحدة تاع تلمسان. هذه وحدات غربية مجاورة أبوا إلا أن يشاركوننا في هذا اليوم التطوعي، عن طريق يعني الأفراد لعمال الصيانة اللي أتوا من هذه الوحدات لتقديم يد المساعدة. اليوم كانت طلبنا من بعض المتعاملين الاقتصاديين الخواص المساعدة عن طريق يعني توفير الشاحنات والمعدات حتى نتمكن من إنجاح هذه العملية. كانت هناك يعني لبوا النداء بعض المتعاملين الاقتصاديين الله يكثر خيرهم، قاموا بإرسال شاحنات. عندنا الآن في الساعة اللي راني نتكلم فيها 7 شاحنات ريترو شارجر، كان بعثوا لنا ريترو شارجر واحد، كاز ثاني كانت مؤسسة بعثت لنا كاز، سيتان خزان ماء ثاني كان متعامل اقتصادي بعثت لنا خزان ماء، يعني